ومكملين معكم مشاهدينا. رح نتحدث الآن عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. رحبوا معنا مشاهدينا بالدكتور محمد القرعان، هو كاتب وأكاديمي. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وشكراً لك وشكراً على هذه الدعوة. أهلا فيك دكتور محمد. يعني طبعاً. بداية من تحكينا كيف بتنظر تحديداً للمرحلة السياسية الراهنة اللي موجودة عندنا حالياً؟ شكراً لك يا ستي. يعني هو حقيقة المرحلة السياسية الراهنة أنا إذا بدي أوصفها وأحللها من وجهة نظري هي الآن تعيش في حالة ترقب وانتظار من قبل الشعب الأردني على ضوء المخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واللي زي حضراتكم ما بتعرفوا هذه كانت مبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. نعم. ارتأها لإعادة تشكل الدولة وبناء المؤسسات من جديد بحيث تتماهى مع التطورات والأحداث وظروف القائمة السياسية والاقتصادية سواء كانت على مستوى محلي أو خارجي. والآن امبارح يعني كان تسلم مجلس الوزراء المخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقرها، ومن ثم ستحال إلى مجلس النواب للنظر فيها والاطلاع عليها، ومن بعد تأخذ مراحلها الدستورية لتأخذ مكانها وتطبق على أرض الواقع. نعم جميل. طيب دكتور من وجهة نظرك كيف تقرأ اللجنة؟ اللجنة إذا قرأتها من حيث ما بعرف من حيث الأشخاص، هي حقيقة تشكلت من خبراء، تشكلت من سياسيين، من شخصيات وطنية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية. نعم. إلها تماس، إلها اشتباك مع الحاضر، إلها اشتباك مع الوضع الاقتصادي، إلها اشتباك مع الظروف السياسية الراهنة اللي بنعيشها إحنا كأردن، ولذلك هي خرجت بهذه المنتج إذا جاز التعبير بناء على المعطيات، بناء على ظروفنا وعلى تحدياتنا. وزي ما بتعرفوا حضراتكم وبعرفوا المشاهدين إحنا الآن بنعيش في ظروف اقتصادية صعبة جدا، ظروف سياسية أيضا صعبة جدا، ظروف اجتماعية بلشت أو بدأت يعني تلقي بظلالها على المجتمع أو الوضع الاقتصادي للناس بشكل عام. الآن احنا بنتأمل من هذه المخرجات أن تلقى حقيقة التطبيق وأن تلقى التنفيذ وأن تلقى التماهي من حيث الشعب، من حيث أن يكون هناك حقيقة ردة فعل جمعي من قبل الناس في عملية أن يكونوا أصحاب قرار أو يكونوا من الناس المشاركين في صنع القرار من خلال مثلا تنظيم الأحساب، من خلال الانتساب مع الأحزاب. ايضا في شغله مهمه واساسيه احنا كمواطنين الاصل انه نعطي فرصه شوي لقدام، نصبر، صبرنا كثير صحيح ظروفنا الاقتصاديه ظروفنا السياسيه. لا. واحنا بنعرف ظروفنا السياسيه والاقتصاديه احنا فرضت منها ما فرض علينا بغض النظر عن قضايا الفساد اللي احنا ضدها كلنا بنرفضها، والدوله أكيد. بقمتها بهرمها براس الهرم جلاله سيدنا في هناك في محاربه لها، لكن احنا في ظروف اقتصاديه وسياسيه فرضت علينا، ولا يخفى على احد الحقيقه الكره الملتهبه من حول حدودنا والأزمات اللي قدر. نعم. هذا البلد الحمد لله رب العالمين بفضل قيادته، بفضل صبر شعبه، بفضل. نعم. حقيقة قوانينه تشريعاته وأنظمته أن نتجاوزها الحمد لله. صحيح. رب العالمين إلى بر الأمان، رغم أنه زي ما بتعرفوا في عندنا ظروف اقتصادية 100% سياسية صعبة، لكن نتأمل ونأمل ولا بد من حقيقة من أنه يعني نعزز هذا الأمل بالثقة أنه هاي المخرجات المنظومة السياسية وحقيقة هي أحدثت فارق، أنا اطلعت عليها وقرأتها، أحدثت فارق في تعديل القوانين الناظمة للعمل الحزبي والناظمة للعمل أو للانتخاب، ويعني كانوا حيث يعني من تفاصيلها المهمة جدا مثلا تخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 سنة. نعم. أيضا هناك الدائرة العامة واللي فرضت القائمة النسبية وهي حقيقة تأتي ضمن برامجية حزبية، وأيضا هذه فرضت القائمة النسبية اللي من أساسياتها أنه موجود يكون في أشخاص يعني شباب لا يتجاوز عمره 35 سنة، أيضا يكون موجود سيدتين، سيدة في الترتيب الأول من ثلاثة والترتيب الثاني من الثلاثة. أيضا في هناك يعني في تعديلات جوهرية وأخذ حقيقة بالنظام، إذا حكينا عن المخرجات أخذ بالنظام النيابي المختلط. نعم. القائمة النسبية المغلقة، والقائمة كان في أيضا جزئية منها بتعلق في أنك كيف أنك أنت تتيح المجال لبعض الناس اللي ما لهم دور في الوضع العام أنه يأخذ دوره كنائب
كحزبي انه ياخذ داره في القائمه النسبيه المغلقه. طب بما انه عم نحكي وذكرنا قبل شوي موضوع المواطن اجمالا والشعب بشكل عام، برأيك دكتور محمد، هل المواطن بحاجة لأنه ينخرط أكثر بمشاركاته السياسية ولا هو هيك عامل دوره وزيادة؟ لا لا، هو بالعكس، هو أنا المواطن مرات أنا يعني بعطيه عذر لأنه في كثير تلقى صدمات عدم يعني القضية اللي فرضت عليه أنه يعني ما يكون هناك ثقة أو جسور ثقة بينه وبين المؤسسات وبين الحكومات، واللي كانت نتيجة لممارسات وسلوكيات حقيقة يعني خارجة عن قيمنا وخارجة عن يعني الأطر القانونية اللي بتنظم الحياة العامة. لكن المواطن أنا بقول من وجهة نظري إنه يعني إحنا صبرنا شوية، خلنا لقدام نعطي فرصة ويعني نعطي فرصة ونقيس النتائج حقيقة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بحيث إن شاء الله نوصل لمرحلة إنه صح يفوزوا أحزاب عندهم برامج سياسية، وزي ما بتعرفوا البرنامج السياسي هو بقود كل الملفات الاقتصادية صحيح. والاجتماعية، نعطيهم فرصة لقدام، وعلى هذا الأساس نقدر نحكم إنه بفشل أو نجاح هذه المخرجات. نعم. طيب دكتور، برأيك حاليا بالفترة الراهنة شو المطلوب من الشعب الأردني أو من المجتمع المحلي لحتى كلياتنا زي ما حكيت حضرتك ببداية اللقاء إنه إحنا قاعدين بنواجه تحديات وصعوبات، لحتى كلياتنا ننهض بهذه العملية يعني ونحاول إنه نتخطى الصعوبات والأزمات اللي إحنا عايشينها؟ نعم، هو المطلوب حقيقة إحنا إذا بنحكي عن يعني بنحكي عن الإرادة الشعبية أو نحكي عن الوعي المجتمعي، الوعي المجتمعي واللي له حقيقة يعني هون في مسؤولية على الحكومة من حيث أنها يعني الحكومة تملك الأدوات والأذرع المختلفة اللي بتستطيع أن توصل المعرفة والمعلومة للشعب بشفافية ووضوح كامل، من خلال مدارسها، من خلال المساجد، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال مؤسسة أو وزارة الشباب إلى غير ذلك. تستطيع أن توصل هذه المعرفة وأن تكون على تماس مباشر مع الناس، حتى الناس أيضا هذه المخرجات إذا بنرجع كمان لأنه كله هو يعيش حالة تشابك واشتباك مع بعض، تمام، هذه المخرجات يجب أن يعرف بها الناس، يجب أن يعرف الناس. دور الإعلام أيضا مفروض أنه فيه يكون عندنا دور إعلام وطني يوصل هاي المعلومة للناس، خليه يكون في قصة تدار، قصة وطنية تحكى، بالتالي الناس يقرروا هل هو المشاركة راح تكون فيها لفائدة، هل إلها راح تكون نتائج نافعة تغير من أحوالهم الاقتصادية، من ظروفهم السياسية، يكونوا موجودين ولا ما يكونوش موجودين. على هذا الأساس ممكن الناس كمان هي تتحرك باتجاه أنه يكون مشارك حقيقي موجود وحاضر على الساحة السياسية في المجتمع. لا لا، أنا مع أنه الناس زي ما حكينا بجزء سالفا انه يعني تصبر شويه وتعطي فرصه وتجرب، ما عندي مشكله، خليني اجرب اعطي فرصه لقدام ونشوف هذه المخرجات هل صار في تغيير على الارض الواقع ولا ما صار في تغيير، وان شاء الله بصير تغيير ان شاء الله يا رب العالمين. هذا بنعمله، وهذا يعني سيد البلاد ايضا بنشده وبحكي فيه في كل ما على المنابر الدوليه وعلى في المجالس البرلمانيه وفي تشكيل الحكومات، انه ضروري الاصلاح الشامل بما فيه السياسي والاقتصاد والاجتماع والثقافة إلى غير ذلك. طيب دكتور محمد، ذكرت بالبداية موضوع إنه الانتظار والترقب وإنه الواحد أوكي صبر كتير بس لازم يرجع يصبر. نعم. ممكن إحنا ما في أساساً قدامنا خيار إلا هو الانتظار والترقب والصبر. أبداً. أبداً. يعني أنا هيك برأيي صراحة. طيب صراحة. بس كيف إحنا ممكن نقنع الشعب بشكل عام إنه ما في قدامنا إلا هذا الخيار؟ لأنه خصوصاً إنه حضرتك أيضاً ذكرت من شوي إنه صار في بعض المواقف إن اهتزاز بالثقة، فخلينا نحكي كيف ممكن نقنعهم بهذا الموضوع. يا ستي قلت لك عليها، هي زي ما حكيت سابقاً عملية الإقناع هي مش سهلة. أبداً. يعني انت في فترات ماضيه مروا بتجارب حقيقه يعني خلتهم تبعد شوي عن السياسي ويبعدوا عن انه يكون فيها ثقه بينه وبين الحكومات، لان الحكومات مرات هي بتحكي كلام وبتفعل اشياء اخرى. لازم الاصل اذا بدنا نصح الناس تقتنع ايضا الحكومات عليها دور وعليها مسؤوليه تغير من سياساتها. نعم. الشد بشوي من قراراتها يعني شويه تروح باتجاه الشعور بالمستوى حقيقه الصعب اللي بيعيشه المواطن الاردني، يعني التخفيف او عدم التشدد في فرض سياسات الضريبيه في مجالات عده. احنا في ضائقه اقتصاديه وكل الناس بيحسوا في هذا المجال، تمام،
في ارتفاع في الأسعار، في تضخم، تمام، صحيح، في نسبة نمو قليلة جدا، في ارتفاع أسعار المحروقات. الأصل أنه كمان إذا بدي أقنع الناس أريحها شوي اقتصاديا، هذه يعني هاي قضية جدلية، هل الاقتصاد أولا ولا السياسة أولا؟ هذه حسب ظروف الدولة، حسب ظروف الدولة. في دول إذا رحنا على أوروبا، إذا رحنا على سويسرا، ألا مش ظروفها سياسية، ظروفها هي بتهتم بالجانب الاقتصادي. إذا رحنا على أوروبا الغربية أيضا تحسن الأوضاع الاقتصادية، لأن الأمور السياسية عندها 100%. إحنا في عندنا مشكلة، إحنا في عندنا مشكلة بالطرفين، إحنا في عندنا بالسياسة وفي عندنا الاقتصاد. يعني مفروض إن نروح نقنع، الأصل الإقناع إنه يكون بالأفعال وليس بالأقوال. ملت الناس الكلام، ملت الناس الحكي، ملت الناس التحليل. الفعل. بالتالي أنت بتوعدني بشيء بس ما في شيء بتحقق على أرض الواقع، ما شيء في شيء بنعكس عليه، لكن إذا بنعكس عليه وبحسن من ظرفي وبطور أيضا من حياتي المعيشية، بخفف شوي من هالضرائب، خفف شوي من هالأسعار كذا، الناس بتصور إنها تكون أكثر مرونة، تتحرك باتجاه هذا التماهي مع الحراك السياسي اللي إحنا قاعدين بنعيشه الآن إن شاء الله. نعم. الكاتب الأكاديمي الدكتور محمد القرعان، شكرا لك اليوم وتواجدك معنا. شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة، ويعطيكم ألف عافية.